والسابقة شوف تيفي مثلا، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الليلية مباشرة من تطوان مع معتكي في دردشة. طبعا بعد القرار اللي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بعد فتح المطاعم والمقاهي غدا إن شاء ربنا. طبعا شنو رأيكم متابعينا في هذا الموضوع ديال غدا اللي غيتحلوا فيه المطاعم والمقاهي السؤال مطروح، واش بالفعل عادي يلتزموا الناس وحتى اصحاب المطاعم والمقاهي بالاجراءات والتعليمات اللي تعطات لهم؟ لانه خصو يكون داكشي امبورتي بالنسبه لجي تطلب المسائل ديالك وتديها، ام انه ممكن يعني يجيو الناس خصهم يدخلوا يجلسوا؟ طبعا القانون قانون واضح. متابعينا طبعا كيف لكم هذا القرار ديال فتح المطاعم والمقاهي في هذه الظرفيه هذه بالضبط قبل 10 يونيو؟ واش هو قرار في محله، قرار صائب ام لا؟ طبعا بغينا اتصالاتكم الهاتفيه وبخاصة أصحاب المطاعم والمقاهي وحتى المواطنين طبعا اللي تيخرجوا الرواد ديال المقاهي والمطاعم، واش عجبتهم هذه القضية لا؟ واش الوقت كافي أنه اليوم خرج القانون وغدا يحلوا؟ واش كاين باش يمكن لهم يعقموا هذا الشيء ويتخسر؟ لأن هذا تقريبا شهرين طلعوا ثلاث شهور وهذا الشيء مشدود، يعني واش هو قرار جا في وقته بعدا بالدرجة الأولى؟ إذا مرحبا بكل المتابعين الأوفياء، رقم الهاتفي نذكركم به 06 43 02 89 18. مرحبا بكم معنا في هاد الدردشة عبر شوارع تطوان متابعينا في هاد الدردشة الليلية، بغينا أراكم. طبعا غدا إن شاء ربنا ممكن أنه وكاين اللي ما عاد يحلش، كاين اللي غيحل المطاعم والمقاهي وكاين اللي ما يفتحش. إذا كان اللي عاد يفتح مرحبا، وبالنسبة للمواطنين طبعا والزبناء كذلك كيف جاتهم هاد الفكرة؟ واش مع هاد القرار أم لا؟ يعني واش قرار هو صائف حد ذاته أو لا؟ وعلاش جا في هاد التوقيت بالضبط؟ واش هاد التوقيت هذا اصلا مناسب باش يتحلوا فيه المطاعم والمقاهي؟ في انتظار مكالمتكم الهاتفيه متابعينا، نذكركم بالرقم الهاتفي 06 43 02 89 18. مرحبا بكل المتابعين الاوفياء في هذه الجوله الليليه عبر شوارع تطوان. اذا غدا ان شاء الله ممكن، ماشي الكل، البعض، لان وصلتنا اصداء انه كاين ارباب المقاهي والمطاعم طبعا حتى هما ما عجبهمش هذا القرار، ولكن بغينا اتصالات هاتفيه متابعينا ونشوفوا ارائكم كذلك. علاش؟ واش مع القرار او ضد؟ واش هو جا في وقت المناسب؟ يعني الان نذكركم مدينه سبته المحتله بعد ما تم فتح المطاعم والمقاهي سجلت الى حدود اليوم 29 حاله. عندنا مكالمه هاتفيه متابعينا الاولى، غادي نستقبلوا اول مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي. لا راه خبر صحيح، ولكن القهوه عاد ما يمكنلكش تمشي تطلب منها وتمشي، ما يمكنلكش تجلس فيها، هي القهوه ولا المطعم. هو خبر صحيح، غدا عاد يحلوا المقاهي والمطاعم وماشي كلشي، كاين اللي غيفتح وكاين اللي ما يفتحش، ولكن هو كقرار خبر صحيح. عيب بالنسبه للزبون عادي يمشي يمكن له يطلب قهوه يديها معاه لدارو ولا يمشي يشربها في شي بلاصه. بحال دابا بالنسبه لي انا خدام دابا مع واحد الثلاجه، دابا عادي خدام تنخدم عادي. انت بعد ما قلتيناش الاسم والمدينه، شنو المدينه انت؟ حنا في الدار البيضاء عين الشوق. عين الشوق، مرحبا. بالنسبه ل واش انت خدام في القهوه مول القهوه نيت ولا شنو؟ هو ما عندكش ورقه، ما يمكنش نخرج دابا. لا والو، اذا ما عندك ورقه التنقل ولكن اتصل به بالهاتف قول له واش انت عاد تفتح، واش عاد تخدم، واش كذا، هذا هو السؤال. لا طبعا، اذا ما عندكش الورقه ديال الخروج التنقل الاستثنائيه لا راه تكون مخالف وما تعرضش راسك للمتابعه القضائيه. ايوا نطلب الله. يا اخي شكرا، عندنا مكالمات اخرى، نعطيو فرصه لباقي المتصلين. شكرا لك، مرحبا. اذا كما قلت متتبعينا، طبعا عيب بالنسبه للناس اللي غدا يفتحوا القهاوي راه ماشي باش تجلسوا فيهم، راه اللي عزيز عليه القهوه ولا المطعم يمشي ياخذ شي حاجه، هياخذها ويمشي لدارو ولا يمشي، راه عتهز يعني او تصل به هو يجيب لك كنتي زبون ديالو وعارف الرقم ديال الهاتف ديالو طبعا وكذا، هذيك القهوه ولا المطعم اللي كنتي زبون ديالو كتعامل معاه تصل به غادي يجيب لك هذيك الطلب ديالك حتى للمنزل. ولكن باش يجلس في المقهى يعني كما كانت الامور في الاول في السابق لا، هذا هو القرار اللي خرج اليوم متتبعينا. نتمنوا بالفعل الناس تلتزم بالحجر الصحي ومسافه الامان الخروج للدار القصوى، هذا هو الاهم باش يمكننا نتغلبوا على هذا الوباء متتبعينا في القريب العاجل. اذا مازال معكم في هذه الدردشه، نتمنوا بالفعل الناس تلتزم بهذه التعليمات والقوانين.
كيف جاكم هذا القرار متسبين عنه وغدا ان شاء ربنا غادي يحلوا المطاعم والمقاهي؟ قولوا لنا كيفاش جاتكم هذه الفكره. عندنا مكالمه هاتفيه متسبعين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. مرحبا. السلام عليكم. اسم الكريم. معك عبد العالي طوطو من مدينه وجده. مرحبا بالسي عبد العالي. من وجده. كيداير الاجواء في وجده السي عبد العالي؟ صافي بخير. كتصرفونا ولكن ما شفتهاش في وجده. ما عندناش تقريبا. ايوا دابا ان شاء الله. دابا ان شاء الله في القريب العاجل بقاو نوصلوا لعندكم. غادي نوصلوا لعندكم. شنو رايك في هذا القرار؟ شنو في رايك في هذا القرار ديال فتح المطاعم والمقاهي غدا؟ المقاهي ما عرفناش بالضبط التوقيت اللي غادي يفتحوا به. كيفتحوا؟ وعادة غيكون يفتحوا الصباح من الصباح تنسى د العشية. الصباح ايناش؟ تنسى د العشية. دونك تنسى د العشية كيما الحوانت يسدوا. ايه ولكن راه ما عاد فيش يجلس في القهوة. القهوة زيد بحالك. هوز القهوة ديالك. لا ماشي كتقهوة كتزيد بحالك. عاد طلب القهوة ديالك تديها معاك ما تجلسش في القهوة. ايوا داكور. غير باش تعرف شنو كاين المقاهي والمطاعم راه ما يمنع من عن بتن يعني مسائل تديها معك ان شاء الله. شك شك طول بعدا احنا الانسان ينوض الصباح شويه روطر ما يبغيش يديرونجي دارهم بعدا ياخذ قهوه ويمشي يفطر في السوق. معليش هادشي اللي كاين. والورقه الاستثنائيه ديال الخروج ضروري. ايوا ضروري مؤكده. يلا شكرا لك. شكرا لك عبد الحبيب. ومرحبا وفكروا لنا في مدينه وجده. مرحبا ضروري. شكرا شكرا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. بزاف مشاكلكم بغيون يعني نحكيو شي حوايج ولكن ما كنلقوش شي صحافه كيفكم انتم في الناس. ان شاء الله ان شاء الله الرساله واصله. شكرا لك. عندنا مكالمات اخرى. بارك الله فيك. شكرا. عندنا مكالمات اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي. الاسم الكريم والمدينه. ايمن من تطوان. مرحبا سي ايمن من تطوان. شمن حومه من تطوان سي ايمن؟ من باب العقله. تحيه سي ايمن وتحيه لكل المتبعين من باب العقله. وكل شيء سمعنا خبر ديال القهاوي. ايوه هذا هو البلاغ اللي توصلنا به من الوزاره. غدا ان شاء الله غادي يحلوا المقاهي والمطاعم على اساس تهز القهوه ديالك وتمشي بحالك ما عاد تجلسش في القهوه. وجابوا الجوامع. والجوامع باقي. شكرا لك. شكرا لك سي ايمن. شكرا. الى اللقاء. الله يبارك فيك. عندنا مكالمه هاتفيه اخرى. السلام عليكم. قطع الخط. اذا متسبين طبعا كما قلنا انه المقاهي والمطاعم يتحلوا غدا ان شاء الله وفي انتظار طبعا القرار الاخير اللي عاد يكون بعد ما يبداو انها تجي دير القهوه ديالك تهزها بيدك وتمشي بحالاتك في انتظار. عندنا مكالمه هاتفيه اخرى. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. كيداير اخويا لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. الاسم الكريم. زهير يوسف من مدينة فاس. فاس. مرحبا. تحية الناس ديال فاس. كيداير اخويا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك. اخويا هذا القرار انا جاني حتى انا راني خدام في القهوة. انت خدام شنو كدير في القهوة؟ انا سرباي. سرباي نادي. مرحبا. يعني هذا القرار كاع ما كاينش لنا حنا. يعني حنا غنبقاو في ديورنا اللي كيفور كله. لي سيرفور. طبعا لان ولكن ما بالنسبه لنا رب القهوه يعني صاحب القهوه ما اتصلت بكم انكم تخدموا. يا وشكون اللي غيعمر شكون اللي غيصاوب القهوه وغيشرب بها؟ لا الحاكم مثلا القهوه عنده برمن. والبرمن داخل. البرمن داخل. الزبون غيكون في الباب. الزبون غيكون في الباب. البرمان يقرب يعصر القهوه ويخرج يشرب بها. وعيدي امبورتي. اوكي ولكن عاد كل خدمه مضوبله السرباي عاود. راه خص البرمان هو هذاك. راه خص البرمان والسرباي. يا خويا عاد كيفكروا خويا. باغيين يقلصوا حتى اليد العامله عاود يخلقوا لنا ازمه على ازمه اخرى. لا لا حنا ما بغيناش. حنا ما خصناش هذا الشيء. حنا خصنا السرباي يخدم والبرمان يخدم. كلشي يخدم. ايوا نطلبوا الله. نطلبوا الله. نطلبوا الله الخير. شكرا لك اخي. عندنا مكالمات اخرى. نطلبوا الله. شكرا شكرا. الله يعاونك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عندنا مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. الاسم الكريم والمدينة. مدينة إبراهيم. إبراهيم أي مدينة؟ طنجة.
من طنجة. مرحبا سي إبراهيم، عروسة الشبال، شنو رأيك يا سي إبراهيم في هذا القرار؟ والقرار ناقص، قرار خاصة إلى خاصة كدار هادشي هذا ياك. إيه والله لا بالنسبة لكل شيء، بالنسبة لأموني قهوة ولا نجاوب الجمهور. انت دابا واش خدام في القهوة مول القهوة، زبون ديال القهوة شنو؟ عندي فيه جوج، فيه زبون وفيه مول القهوة. فيك زبون ومول القهوة؟ اياك، عندي قهوة ديالك وما عنديش قهوة ديال الناس. انت غدا واش غتفتح ولا لا؟ لا ما غنفتحش. علاش؟ علاش غنسيدك؟ افتح شوف، افتح بالشروطات، في قهوة نسير كل الله يعاونك. ما غنخدم. وغتخدم مع داك اللي يشري، اللي يشري عندك قهوة. شكون راجع عندك وهو تيني كتفتح وتعمر قهوة وما كتخرجك شي؟ وين ما تخدم؟ شكون غتخدم؟ لا تخدم تيني عندك 10 خدام ولا 12 خدام، شكون غتخدم؟ واحد ولا جوج؟ ايوا نطلبوا الله يحسبوا لك خدامين، وسيني فيها تحسب لك تيني خدمتي، الضرائب يحسبوا لك تيني خدمتي. فهمتي؟ عرفت عرفت عرفت. هادشي ماشي معقول. ايوا نطلبوا الله الخير. اللي يجلسوا مع الناس يتفاوضوا مع الناس عادي عادي، حلوا ماشي قرار حل حل طبعا طبعا. شدوا اوكي، رساله واصله اخي من طنجه، نعطيو فرصه لباقي المتصلين باش ندوزوا. شكرا بارك الله فيك. طبعا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم خويا، بخير؟ صافا الله يبارك فيك، مرحبا. الاسم الكريم والمدينه. اخويا سفيان جميله من مدينه الوليديه. شكون معنا؟ سفيان من مدينة الوالدية. مرحبا سي سفيان، انت زبون عندك قهوة، خدام في القهوة شنو؟ لا خويا انا كنشوف الخبر هو صحيح ونتمنى انا المركوب الخبر صحيح، لان قرار ديال الوزارة ترونسبور ديال التنقل. ترونسبور باقي ما جابش الله، باقي باقي خويا ترونسبور بين المدن. التنقل واش التنقل بين المدن؟ انت واش خدام ولا شنو؟ دابا انايا كنت خدام هنا في الداخله وحاصل هنا في الداخله. لا باقي بهذوك الوالديه، انا في دكاله الوالديه. لا لا، هذوك باقي، هذوك باقي حتى يشوفوا شنو، حتى يشوفوا شنو كاين عاد عاد، حتى يشوفوا شنو باقي. القرار ديال التنقل باقي، باقي القرار ديال التنقل خويا. لا باقي باقي يا اخي. لا القهوه 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 صحيحه، تجي تاخذها وتمشي بحالاتك. يلا شكرا لك، عندنا مكالمات اخرى. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. عندنا مكالمه اخرى من سبعين. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم وبركاته. مرحبا سيدي، الله يبارك فيك. استاذي قاسم الاسم الكريم والمدينه. بركان. من بركان، مرحبا اخ من بركان. انت صاحب قهوه نادي، زبون ديال القهوه شنو؟ نادي نادي القهوة. تصلوا بك الباترون باش تخدم غدا؟ لا لا ما تصلوش بيا استاذ، ما تصلش بيا. واش القرار ديال الامبورتي؟ ولكن واش هو عاد يفتح ولا ما يفتحش؟ هذا هو السؤال. ما استاذي ما سمعتش مزيان. قلت لك واش هو، واش البقعه اللي خدام فيها انت واش غيفتح ولا لا؟ وحتى الا فتح مازال ما تصلش بيا، وحتى الا فتح راه غادي يفتح بالنسبه غير الجرو ولا غادي يفتح نورمال، ما غاديش يخدم ولا الكوزيني ولا السيرفور. اوكي اوكي اوكي. ايوا على العموم نطلبوا الله الخير. شكرا لك اخي، عندنا مكالمات اخرى باش نعطيو اكبر عدد ممكن من الاتصالات. شكرا لك، الى اللقاء. هذا برمان ما اتصل بهش حتى واحد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الاسم الكريم. عمر عيد حميد. من اي مدينه سي عمر؟ من الدار البيضاء. مرحبا الناس ديال الدار البيضاء. انت زبون صاحب مقهى، زبون نادي شنو؟ لا زابون زابون. مرحبا، واش مقهوي غدا؟ طلبنا القهوة غدا ولا والو؟ واش تقول لك هذا يعني شي الفكرة ما جاتني، ما جاتش باش تمشي تاخذ القهوة فيها الشربة، فيها الشربة. ايوا هادشي هذا هو القرار. القرار ديالي ما عندهاش يخدم، ما خدامش. ما عندها تمعنا ياك؟ لا ما عندها تمعنا. انا غنمشي ذوك القهوة انا القهوة ديالي. يعني غنمشي انا خدام في الدار ولا عمرني نصبها في الدار ولا في الدار. طبعا طبعا. اذا حل يعني دوك خدام ساكن كما قال واحد الاخ دابا تفهمت ليه، يعني غياخذوها البرمان. نعم. ودوك خدام في دوك الناس تبعيا غيمشيو، دوك فضل بينا شنو غيمشيو. نعم نعم. هما يقراو ما عندهاش حتى شي نتيجه، ما تكونش عندها نتيجه، ما تكونش غير غيمشي بالقهوه ياخذ قهوه ويتم غادي بها يشربها، ما يمكنش.
ايوا نطلبوا الله، نطلبوا الله الخير. شكرا لك اخي، عندنا مكالمات اخرى. شكرا لك، بارك الله فيك. الو، السلام عليكم. قطع الخط. طبعا متابعينا كما كتشوفوا انه للاسف نطلبوا من الله، نطلبوا من الله بالفعل ان الناس تلتزم، يعني الناس تلتزم، الناس بالحجر الصحي باش يحاولوا يتغلبوا على هذه القضيه. على العموم فيما يخص الموضوع ديال المقهى، كما سمعتوا مجموعه ديال الاتصالات، كاين صاحب مقهى اللي قال لك انا ما غادي نحلش، كاين برمان، وكاين نادي يعني سرباي اللي ما اتصلش به صاحب المقهى، كاين زبون اللي قال لك انا ما يمكنليش نشرب قهوه، انا فين عندي نمشي خصني نجلس القهوه لان لازم نحشى في القهوه، كاين قرار كيقول انه لا، وهذا الشيء اللي كنناقشوا في هذا المباشر الان. نتمنوا بالفعل الله يرفع. عندنا مكالمه هاتفيه متابعينا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيدي، اسم الكريم؟ محمد من طنجه. سي محمد، مدينه طنجه، اهلا وسهلا. سي محمد زابون صاحب مقهى. انا غير زابون يا اخي. زابون يا اخي، مرحبا سي محمد من طنجه، شنو رايك في هذه القضيه؟ انا كنشوف القرارات الحكومه اليوم علينا بالسلامة. ما نقول لك يعني كيف يعقل القهوة شريطة مدة شهرين واليوم نفتح، يعني وفينا ولي طويج المقاهي أو المطاعم، يعني فينا هو التعقيم ديال هاد المقاهي والمطاعم؟ نعم، يعني يعطوا واحد المهلة، يعطوا يعني سميتو يقول واحد 3 أيام غنشربوا قهوة ومطاعم، باش هو حتى المهم القهوة والمطاعم يستعدوا. طبعا وكيف يقدر تفتح مع 8 أو 6؟ نعم، يعني حتى على قايدي ديك 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 الناد باش كيخدك من قهوة أو مطعم. نعم، يعني مطاعم وخصوصا المطاعم، يعني إلا ما تبانش داك الشيء هذا كاش نعمل؟ واش يسيبو واش يخليك يعطيك غادي نتغدى ونقعدك ولا كيفاش؟ لا طبعا طبعا، هو في الحقيقة هذا هو اللي قلنا حتى في البداية، أن الوقت غير كافي، القرار صدر اليوم والطاعة اليوم. الوقت غير كافي، يعني أما يخدموا حتى الوحدة الليل أو 12 الليل، أما في الشتاء أخي ما صعيب صعيب. إيوا على العموم، سي محمد من طنجة شكرا لك، عندنا مكالمات أخرى. شكرا رائع، بارك الله فيك. شكرا نهارك مبروك، بارك الله فيك. شكرا. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، عندنا مكالمة انقطعت. على العموم، إذا متابعينا كما قلت، قرار ديال فتح المقاهي والمطاعم فيه القيل والقال. عندنا مكالمة هاتفية متابعينا. ألو، مكالمة انقطعت. على العموم، ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي، كيف تلقيتي؟ الله يبارك فيك، الاسم الكريم. الو الو، انقطعت المكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سيدي. مرحبا. السلام سيدي كريم، الله يبارك فيك، الاسم كريم والمدينه. مدينه مكناس، انوار مدينه مكناس. من مكناس، مرحبا. شنو انت زبون صاحب مقهى صاحب مطعم؟ انا كندير كيسي في قهوه. شنو كدير؟ كندير كيسي. اوكي، مرحبا. خدامين 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 الغدا؟ لا مازال مازال حتى شي اخبار باش نخدموا غدا ان شاء الله، مازال ساكتين. دابا قالنا البطرون ان شاء الله حتى الاثنين عاد نديروا نيتواياج ومن بعد عاد نسلفوا العمل. ايوا مزيان. طب البورطيات ما بغاوش يحلوا على الجبل البورط وداك الشيء، لان ما كاينش اللي غادي يجلس عندك، ما كاينش اللي غادي تشوفه. وطبعا ضروري خص التعقيم والنظافه والمسائل باش تكون. دابا ان شاء الله التعقيم، ولكن المساله ديال لومبورتي، لان حنا كاينين تقريبا العمال، راه كاين شي 10 العمال كي غيديروا باش غيخدموا لومبورتي، تما يخدم شي بلاصه ما يمكنش. ايوا نطلبوا الله خير. شكرا. اللجنه اللي خدمت تشوف هذه المساله، هذه خدمت تشوف هذه المساله ان شاء الله. شكرا لك اخي، عندنا مكالمات اخرى. بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. الله يعاونك، بارك الله فيك. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. مرحبا سيدي، معك حسن من مرتيل. حسن من مرتيل. مرحبا من الناس ديال مرتيل سي حسن. الله يبارك فيك. انت شنو صاحب مقهى نادي زابون؟ شنو؟ انا صاحب مقهى. صاحب مقهى في مرتيل، شنو كيف جاك القرار سي حسن؟ قرار كنت بغيت نسول، واش قرار كتسمى عيد غادي تحلو دراتي؟ خصنا الساعه، والساعه كيفاش عند الساعه؟ واش ديال الله باغي يشدو ولا غيبقاو ديريكت
لا 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 لا، اش ما تصلوش بكم، واخصك ما تصلوش بكم السلطة تما المحلية في مرتين. لا ما قلناش الوقت، الوقت تسمى دابا الوقت مبارك كيشدوا، ولكن ما عرفناش واش ايوا. شوف على حسب المنطقة، الا كانوا الحواس كيشدوا في الربعة تشدوا في الربعة، كانوا في الستة تشدوا في الستة. ياه هادشي اللي كاين. ولكن انت في الصباح مشي للباشاوية وسول الباشا المدينة مرتيل ولا القائد المقاطعة ديالك اللي تتابع ليها في مرتيل ويكون عندك الخبر. شكرا شكرا، بارك الله فيك. الله يعاونك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفاش كيدير الحال؟ الله يبارك فيك. الاسم الكريم والمدينة. مدينة مراكش. مدينة مراكش. مرحبا بالناس ديال مراكش. شنو علاقتك بالموضوع؟ صاحب مقهى، زبون، نادل، شنو؟ لا صاحب مقهى وصاحب مطعم. صاحب مقهى وصاحب مطعم، مرحبا. شنو غتحلو غدا في مراكش ولا ما غتحلوش؟ كاينين شي حاجات بدي يحلو، ولكن بالنسبة لي أنا ما غاديش نحل، أنا ما عجبنيش هذا القرار هذا. إما غادي يخدموا كل شيء إما غادي يريح كل شيء. إلا جيتي تخدم تخدم مثلا، أنت عندك مثلا مسجد وبغيت تخدم ثلاثة وتريح أربعة، ما جاتش. جات مثلا للقهوة وبغيتي تخدم الناس اللي عندك ستة، كي تجي تخدمهم فهم بارتي وممنوع. تيجيش عندك شي واحد، إذا بيجيش عندك شي واحد في الجري عليه ما يمكنش. ما يمكنش. اللهم حنا حنا مريحين تنشوفوا القرار في الغاتي، لأن ما عجبناش حنا هاد طبعا إيوا. نطلبوا الله الخير والله يرفع علينا الدواء باش ترجع المياه المجاريه ويتحلوا المطاعم والمقاهي ويبقاو الخدمه كما كانت في السابق. هذا هو الاهم. هادشي اللي كاين. حنا بالنسبه لي المحل عندي ما كيدخل الناس، اللي كاين اللي بيشرب قهوه ويشرب، كاين اللي عندي الناس طبعا اللي بغا شي حاجه ياكلها يجلس. دابا ما يمكنش الا جا شي واحد عندك وقال لك بغيت هادي، ما غاديش يمكن تقول لي هاك وسير في حالتك. اوكي شكرا لك. شكرا لك الاخ مراكش، نعطيه فرصه لباقي المتصلين، عندنا مكالمات كثيره اليوم في هذا الموضوع. شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يعاونك. إذن متسبعينا كما سمعتوا معنا وصلت الوقت النهائي ديال البرنامج ديالي في هذه المباشر. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الأوفياء. كان معكم معتكف كالعادة في الدردشة الليلية. إلى اللقاء في مباشر آخر.